مشاهدينا مشاهدي قناة مصر الزراعية، أهلا بكم معانا وليلة جديدة من ليالينا في خيمتنا الرمضانية واللي معتادين نقدمها لكم في كل رمضان. أهلا بكم وأهلا بك محمد. أهلا بك نهلة، وطبعا بيسعدني النهاردة أقدم هذه الحلقة مع زميلتي وأستاذتي الجميلة نهلة حجازي، منورة الدنيا كلها. أهلا وسهلا بك. كل سنة وحضراتكم بخير، وربنا ما قطع لنا عادة، وتعودنا دايما مع حضراتكم في خيمتنا خيمة مصر الزراعية نقدم مجموعة متنوعة من الفقرات، وإن شاء الله تستمتعوا بيها معانا. إن شاء الله هنقدم أول فقرة أنا وزميلتي العزيزة أستاذة نهلة حجازي، هنقدم فيها الابتهالات الدينية اللي تعودنا عليها دايما، ونسمع ما يطيب من الذكر، ونسمع الكلام الطيب، ونعتبرها كده وجبة نستعد بيها لفترة السحر، ونستمد منها روحانيات شهر رمضان المبارك. طبعا انت مميز جدا في موضوع الابتهالات والانشاد الديني محمد، كل سنه بيتحفنا ببرنامج خاص عن المبتهلين والمنشدين في رمضان بنستمتع بيه، واعتقد يعني هيكون ده شيء مميز جدا برضه في حلقتنا النهارده يا محمد. من الفقرات اللي هنلتقي بيها ايضا فقره القريه المصريه. صحيح احنا في خيمتنا الرمضانيه بنبعد عن الاجواء الطبيعيه بتاعتنا اللي بنقدمها لكم في برنامج الحصاد مساء كل يوم، لكن ما نقدرش نبعد قوي عن حبايبنا، وبالتالي لازم يكون الفلاحين والمزارعين وهم جمهورنا الرئيسي موجودين معانا هنا على الهواء دايما في خيمتنا الرمضانيه. هنستضيف مجموعه من المزارعين ويقولوا لنا عن الطقوس الرمضانيه، وهتكون الاسئله اجتماعيه اكتر منها بقى عن مشاكل الفلاحين اللي احنا معتادين ان احنا نتحاور حواليها باقي ايام السنه. ان شاء الله تكون فقره جميله مع حضراتكم، وزي ما تعودنا مع حضراتكم ساعه لقلبك وساعه لربك. هنبتدي بالابتهالات ان شاء الله، ونختتم مع فقره فنيه هيقدمها لنا باذن الله المطرب والملحن عادل سليم، ونسمع شويه اغاني بقى طرب كده، ونسمع اغاني رمضانيه واغاني وطنيه واغاني عاطفيه. ان شاء الله تستمتعوا بكل فقراتنا. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم في اولى فقراتنا بعد هذا الفاصل، تابعونا. هذا بنرجع لحضراتكم أعزائي المشاهدين في أولى فقراتنا الحوارية، هنستمتع فيها بمجموعة متميزة جدا من الابتهال والإنشاد الديني، وهنعرف في هذه الفقرة الفرق بين الابتهال والإنشاد، وإن شاء الله نديكم شوية معلومات كمان لكل اللي بيمارسوا هذه الهواية وهذه المهنة، يعني نحافظ بها على صوتنا، وإزاي نحافظ على ليونة الأحبال الصوتية عشان نقدر ندي مقامات مرتفعة ومنخفضة، وننوع على قد ما نقدر، يعني حاجات كتير قوي هنستفيد بيها في هذه الفقرة بإذن الله. معانا ومعاكم المبتهل والمنشد الديني محمد أسامة، أهلا بك يا محمد. ودايما بنقول عشان نعرف السادة المشاهدين بضيفنا مش بالاسم بس، طالما في ابتهال وإنشاد ديني يبقى بالصوت. نبتدي معاك ابتهال أو إنشاد زي ما تحب، وبعد كده نبتدي حوارنا. ماشي تمام، اتفضل. الله كان ولا شيء سواه، الله كان ولا شيء سواه، بلا بدء ولا منتهى، بلا بدء ولا منتهى، رب عبدناه إن ضاق أمر دعوناه، وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألناه، يا سالكين إليه درب لا تقفوا، يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا، طاب الوصول، طاب الوصول، طاب الوصول
محروم تبناه يا رب رحمك رحمك لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضاه. الله عليك الله عليك الله عليك. ايه رايك في الصوت الجميل ده؟ جميل، احسنت، ودي بدايه طيبه جدا للحديث يا محمد، تفتح نفسنا ان احنا نعرف عنك اكتر. كلمنا بقى عن خلفيتك الدراسيه وعن ازاي اتجهت للانشاد. انا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما بدات في الانشاد بدأت من وانا صغير، يعني كنت بطلع الاذاعه المدرسيه، وكان كنت مميز من زمايلي يعني الحمد لله بالصوت الحلو كده، كان بيثنى على المدرسين وكده، فكنت دايما بفتتح الاذاعه المدرسيه بالقران الكريم، وكان يبقى عندنا مثلا اعياد عيد الام، المناسبات الدينيه في المدرسه مثلا، كانت دي بدايتي يعني كانت المدرسه. وبدات بعد كده افتتح حفلات كبيره مثلا في مؤتمرات الكلام ده، بفتتح بالقرآن. وطبعا بعد كده بدأت اتطور في ان انا اروح مدرسة الانشاد الديني ونقابة الانشاد الديني اللي هو من حوالي سنة. بدأت اتطور في مجال الانشاد الديني جامد، يعني اخد موشحات دينية وتراث واناشيد دينية، وتعلمت المقامات وكده. جميل جدا. يعني اللي انت قلته فعلا هو اداء محترف جدا، لان انت فيك مميزات حلوة قوي، لان انت من القلائل اللي سمعتهم بيطلعوا الصوت من بطنهم مش من مناخيرهم، يعني واضح ان انت حد معلمك بشكل كويس. اللي انت قلته ده كان مقام عجم، وهو رغم انه من المقامات الفرحه المبهجه اللي المفروض ان هي يعني ما يتقالش منها الحاجات دي، لكن انت اديتني الجو بتاع الوقار والهدوء بتاع الانشاد. طبعا ده ابتهال مش انشاد، بتاع الابتهال الديني. ودايما يمكن في ناس بتسال الفرق بين الابتهال والانشاد، دايما لما تسمعوا كده الحد اللي بيقول يعني بيقول ويسكت وياخد نفس، ده اسمه ابتهال، عامل زي الموال في الاغنيه. الانشاد دايما هو مرتبط بايقاع، واحيانا بيكون وراه حاجه اسمها الجوقه او وراء البطانه، تلاقي جمله بتتقال وهو يرد المنشد عليها ويرجعوا هم يقولوا هم وهو يرد، ودايما مرتبطه بايقاع، يعني دايما تقدروا تمسكوا عليها ايقاع، وبيبقى لها يعني زي الاغنيه كده ليها بناء، ده بنسميه الانشاد. ده الفرق بين الابتهال والانشاد. وانا سعدت جدا بصوتك. الله يرضى عليك. اعتقد انت كمان سعدت بده اكيد. ويعني انت عرفت لي محمد دلوقتي الفرق بين الابتهال والانشاد. طبعا انت عندك خلفيه اذاعيه كبيره جدا وخلفيه في مجال الابتهالات والانشاد، وافدتنا بيها في هذا المجال. ولكن عايزه اسال محمد، يعني كل واحد بيلاقي نفسه في شيء معين، لكن البدايه دائما بتكون القران الكريم. ايوه طبعا. تاثير القران الكريم عليك، البدايه بتبقى كقارئ للقران الكريم وحافظ له، ومن ثم بتكون بقى الانطلاقه في اي مجال من المجالات دي بمنتهى السهوله. هو انا ولنا الاساس الصح. بدايتي كانت القران، يعني انا اول ما ابتديت كنت دايما بحب اصلي مع واحد ورا واحد عندنا في البلد صوته حلو، فكنت اجي دايما وهو قاعد قدام المرايه عندنا وافضل اقول كده مع نفسي. فمره بقى كان جاي من الشغل فدخل شافني ايه بقول مع نفسي كده، راح لقيت راح قاعد قايل لي تعالى، وقلت كانت اخر القيامه كنت حافظها لسه، كانت كلا اذا بلغت التراقي او كلام. فطبعا لقيت ابويا عيط، وكان عندنا بنعمل عندنا مؤتمر زي نظام قعده عيله يعني، فراح قايل لي طب يلا يا حمد سمعهم كده. ما شاء الله اول ما قلت قران، انا صوتي في القران غير اللي ابتهال تايما، انا مميز او في القران الحمد لله. يبقى هنسمع وبدأ منه جزء. نسمع لازم نسمع ان شاء الله. اختار لنا اي ايات يعني تحلو لك الوقت على لو مش عاوز بلاش، بس بما ان استاذك مميز في القران يعني يا ريت تمتعنا بيه. اتفضل. هقول لك ايات صغيره كده بس. قوي قوي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم، جميل صوتك، جميل 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 جميل. لكن عايز أسألك برضو عن أهم المدارس اللي أنت يمكن تأثرت بيها في قراءة القرآن الكريم. عندنا مدرسة مصطفى إسماعيل، ده يعني أكبر مدرسة فيها تنوع في المقامات، طبعاً وفي بقى يعني مدارس التجويد والترتيل المختلفة، وزي ما بيقولوا كده القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر، يعني إحنا محترفين، لنا الصدارة في هذا المجال. والحمد لله، أنا يعني الحمد لله دلوقتي مش عارف عايش فترة التقليد، او يعني احب التقليد. مثلا انا منزل فيديوهات مثلا على الفيس عندي، بفضل اقلد مثلا حوالي تسع قراء، اجيب طبعا ده اقلد الاداء بتاعه، طبعا مش الصوت يعني مش الطبقة وكده، بس بقلد الاداء بالظبط. يعني ده مثلا انا قلت ده كان مثلا تقليد لمشاري، صحيح لمشاري صحيح. يعني كل واحد طبعا ليه ميزته في التلاوه كده، وربنا يجعلنا منهم يعني. ويبقى لنا انت ماسك مقام الصبا تحديدا في هذه الجمله وبتقوله، بس هو فعلا اسلوب مشاري، هو اسلوب بس ما جاش مظبوط. لا بس واضح جميل. لكن يعني محمد بيسالك على باقي القراء المصريين، وبيقول لك ان في اساطين للقراء المصريين، يعني منهم أيوه. مصطفى اسماعيل والشيخ محمد رفعت وغيرهم. طبعا احنا متمسكين بمدرستنا، مدرستنا المصريه جدا، مع احترامنا لكل المدارس الاخرى، فبيصعب علينا انه نروح لاي مدرسه اخرى، ولو ان طبعا القران يقرا يعني. لا هو القران بيتقال اي حاجه، صحيح يعني طبعا، وكله يعني كل واحد جميل، كل حاجه لها ميزه. صحيح. انت مين من القراء المصريين اللي انت اتاثرت بيهم او بتحب مدرستهم في القراءه؟ في قراء المصريين قراء المصريين او المبتهلين المصريين، بما انك انت سلكت طريق الابتهال والانشاد الديني. والله كلهم طبعا على راسنا وكلهم عايزهم، بس انا في التجويد ما حبيتش اخش تجويد جامد يعني. ما هو ده الترتيل اللي انت قلته ده. انا بحب الترتيل، الصلاه بامام وكده يعني، في الامامه دي بحب الترتيل او عن التجويد. لكن ما يمنعش ان انا بقول تجويد برضه، بس بسيط يعني. برضه عشان نفهم الناس الفرق بين الترتيل والتجويد، دايما الترتيل هتلاقوا له ايقاع، يعني برضه هتلاقوا اداؤه اسرع شويه من التجويد. التجويد يعني اذا قارنا في مجال القراءه وفي مجال الانشاد والابتهال، هنلاقي ان التجويد شبه الابتهال والترتيل أيوة. شبه الانشاد، يعني هو برضه ماسك ايقاع، يعني تلاقوه مشاري راشد وهذه المدرسه، وفي كتير من المرتلين المصريين الاكفاء طبعا والاساتذه الكبار، هتلاقوه ماسك ايقاع وسريع، الاداء سريع. انما الشيخ اللي بيقول ويقرا وياخد نفس والناس ترد عليه وتقول الله، ده بقى التجويد، ده بقى بتاع مصطفى اسماعيل، ده بتاع يعني محمد رفعت، بتاع في مدارس كتير بقى طبعا، يعني يطول شرحها. صحيح. بس احنا عايزين نستمتع بقى. احنا اذا كنت تحب ان احنا نرجع لمجال الابتهالات والاناشيد الدينيه وغيره، احنا عندنا طبعا ناس دايما عارفين ان هم دول بالنسبه لنا هم المبتهلين اللي احنا بنحب نسمعهم دايما في الاذاعه المصريه، نصر الدين طوبار، الفشني، والنقشبندي وغيرهم، دول العلامات اللي رمضان مميز بيهم يعني. نحس ان رمضان ما جاش لو احنا ما سمعناهمش في يعني الاذاعه المصريه او قبل الاذان. ينفع تقدم لنا حاجه ليهم من الحاجات المشهوره ليهم؟ الحاجات المشهوره، طيب نجيب حاجة إن شاء الله نشوف كده. بسم الله. يا إله العالمين، يا إله العالمين، حنيني دائم والقلب شاكٍ عليل، والقلب شاكٍ عليل، والقلب شاكٍ عليل.
كلمات هربت مني. لا جميل 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 جميل. ده كان لمين بقى؟ ده كان ناصر الدين طبار. ناصر الدين طبار من مقام البياتي. ايوه ايوه. بس انا برضو كل ما مقامات بخش فيها صلاة ما تعرفش او اداء تعبيرات وش ممكن يكون صلاة شوية. لا خالص 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 خالص. وهو ضروري برضو يعني ان احنا نبقى عارفين المقامات، يعني لان دايما الابداع بيجي من كسر القواعد. ولكن برضو دايما بفتكر المثل الشهير يعني know the rules then break the rules، اعرف القاعدة وبعد كده اكسرها. دايما الابداع بيجي في كسر القاعدة، لكن عشان تكسر القاعدة بشكل منطقي وبشكل ابداعي لازم تكون عارف القاعدة الاساسية. واعتقد ان القواعد الاساسية لازم ناخدها برضو من المدارس القديمة، مهما تأثرنا بالمدارس الجديدة والانشاد الجديد والابتهال الجديد. وانا في شباب كتير قوي على فكرة، لو تسمعي قمر والحاجات دي، في شباب كتير على فكرة حلو قوي. صحيح. بس هتلاقي دايما الاصل عند نصر الدين طوبار وعند محمد رفعت وعند النقشبندي. طيب ده هيخلينا نروح لنقابة الإنشاد، ودي نقابة حديثة ما بقالهاش كتير، دي سنوات قليلة جدا نشأت. أيوة. هذه النقابة لما نشأ الاحتياج إليها، إحنا كان يعني محتاجين إلى اكتشاف هذه الأصوات وضمهم في نقابة معينة. صحيح. الدور اللي بتقوم به النقابة للمنشدين، ولما انضمت إليها الجديد اللي أضافته لموهبتك؟ الجديد اللي أضافته اللي أنا تعلمت المقامات. أنا الوقت يعني مش ممتاز أوي في المقامات، بس إلى حد ما أعرف، بقيت أعرف أميز. ما كنت الأول زمان أعرف يعني سمعي. أسمع عجم. كنت مش عارف أفهم يعني إيه ده، هل يعني. فطبعا لما رحت المدرسة تعلمت زيادة عن اللازم، يعني أنا المقام العجم عارف، بقيت أعرف أفرق بينهم مثلا. ودينا لكل حاجة موشحات وتراث قديم، فالموشحات دي أفادتني حتى في اللي أنا أطلع حفلات كبيرة. طبعا أنا معي فريق اسمه فريق عطر المديح، بضرب فريق عطر المديح بالموشحات دي، وبأناشيد اللي هي الأناشيد المعروفة السورية والأناشيد المصرية وغيرها يعني أناشيد. فأفادتني جدا في الحاجة زي كده يعني. الحمد لله أقمنا حفلات كتير بناء عن التعليم اللي تعلمناه في مدرسة الإنشاد الدين. النقابة ديت اللي هي فيها الشيخ محمود الدهامي؟ أيوة بالظبط، هي والشيخ طه الإسكندراني. والنبي لو الشيخ طه الإسكندراني بيتفرج علينا يعني أنا بوجه له كل التحية، صديق عزيز وجميل وموهوب. تخيلي كان ضيفنا هنا أكتر من مرة. طبعا تخيلي مطلع كام دفعة بنات، وده بقى اللي يعني ده اللي ابهرني. ان هو بنات المنشدين، بنات المبتهلين، حد يعني راقي جدا ونقابه راقيه جدا وادائها متميز. ولكن ما يميز هذه النقابه وكل اللي جالي من هذه النقابه وسمعته ان هم دايما مركزين على الانشاد والابتهال الصوفي، اللي هو روحانياته بتبقى اعلى شويه من فنياته. يمكن المدرسه الكلاسيكيه هنلاقي فيها القواعد كتير قوي وليها اداء كده يعني عامل زي بتاع عبد الوهاب في التلحين، حاجه يعني كومبلكسد ومعقده قوي. انما هم دايما بياخدوا الالحان بتاعه الاغاني الشهيره بتاعه الموشحات الشهيره وبيقولوا منها. واعتقد انت مجهز لنا حاجه كده، انا سامعك بتدندن حاجه على وزن حاجة. اغنيه او على وزن على نفس لحن حاجه، صح؟ كنت سامعك وانا بره بتدندن حاجه، صح؟ محمد. ايوه. طب نسمح. تمام ماشي. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزغراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزغراء. أشكي لمين وأجدي حالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. أشكي لمين وأجدي حالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء.
طول عمري بتمنى أشوفك الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أرى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء في ناس من الحب في غيرة الله الله وناس من الحب في حيرة الله الله في ناس من الحب في غيرة الله الله وناس من الحب في حيرة الله الله وناس ومالها تسعيرة واحنا اللي في الفردوس ويا المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء لما حضرنا أبا الزهراء جميل طبعا جميل. احنا كنا في مرحلة كده عندنا قلق انه يكون الكلمات لان الكلمات اللي منقولة لينا عبر الابتهالات والانشاد الديني كلمات في معظمها غير معروف مين كتبها وهي تراثية كده منقولة ابا عن جد كنا عاوزين نعمل نوع من انواع التجديد في الكلمات والتحديث ليها علشان تفضل مستمرة اعتقد مع ظهور جيل جديد من الشباب المنشدين بقينا يعني في امان انه في الحان جديده وفي كلمات جديده هتظهر كلمات الوجود. جديده عملوها على الحان قديمه وفي أيوة. الحان جديده مثلا يعني قالوا في انشوده المسكو في اللي احنا سمعناها دي كانت بتغني المين والمين يا حمام اساسا ايه صحيح بتغني اغنيه بتغني صحيح. المين والمين يا حمام محمد لحن اللي انت قلته ده لكن هي دي احنا نعرفه عشان احنا قدام شويه محمد عنه أيوة. لكن هي فعلا كده هو يعني ده يعني استعارته يعني اللحن اللي قال عليه محمد بغني المين يا حمام ما هو في لحن تانية مثلا عيدوا علي الوصال وصال عيدوا فإن شوقي لكم لكم يزيد عيدوا هي طلعت يا محلى نور ايوه بالظبط فهي فعلا يعني. الحان قديمه تم يعني اعاده توزيعها وانتاج كلمات عليها الصوفية على فكره يعني ده غير المدرسه الكلاسيكيه ده اللي بيميز الانشاد والابتهال الصوفي تحديدا وده لقى رواج كتير قوي الفتره الاخيره ويمكن لو تفتكري كان في مسلسل قريب قوي كانوا عاملين السنه اللي فاتت لا اللي قبلها يمكن كان التتر بتاعه كان اسمه الوصايا العشر يمكن او الوصايا الخمسه فاكر أيوة كان الوصايا العشر كان التتر بتاعه برضو من الشعر الصوفي وابتدوا ياخدوا بقى شغل كمان جلال الدين الرومي ويبتدوا يلحنوه وروحانيات هذا الابتهال بتبقى مرتفعه جدا ودايما بيبقى اقرب للقلب منه اقرب للعقل بس ده بقى اللي انت بتقوله ده ممكن يخليه هل هو اكثر سهوله في الحفظ بالنسبه لكم من المدرسه القديمه اللي ذكرها محمد قبل شويه هو كنوع من التجديد وبعدين الوقت الشباب عشان تتعودي مثلا لشاب يقعد انه يسمع ابتهال مثلا يعني هي بتعتمد على الاحساس ان احنا يعني الجمهور يعني بيحس الكلمات ويتعاطف معاها ويكون بينشد معاكم لكن بالزبط. المدرسه القديمه دي اللي هي عايزه سلطنه وعايزه دراسه يعني مثلا ما تلاقيش حد مثلا ما تلاقيش حد طبعا ما علو قدرهم يعني ما تلاقيش حد دلوقتي بيسمع عبد الحليم حافظ وقاعد بقى شاب زينا مثلا قاعد يسمع حليم حافظ لما تكبروا هتسمعوه صدقني احنا كنا زيكم وجاء علينا سن كده لما كبرنا ابتدينا نسمع ام كلثوم ابتدينا نسمع عبد الحليم ابتدينا نسمع عبد الوهاب اوعدك انك لما تكبر شويه هتسمعه طب ليه بقى؟ لانه الذوق بيختلف بقى طبعا يعني والخبره يعني في حاجات كتير بس هي يعني ده الطبيعي ماشي اللي احنا لازم نسمع الناس دول وبنسمعهم بس بقول لك مش بنتاثر بيهم او يعني احنا نحب مثلا الفن هيصل وقت بقى مثلا قمر لان اللحن ده
هو لا هو كسر الدنيا طبعا قمر هو بقى نشيد المعتمد رسميا لكل المنشدين. اول حاجه غنيه المنشد عشان ياخد الكارت سكسيد على طول العبور هو ده وبعدين يجي بعدها التميز. طيب انا بشوف كتير جدا من المنشدين والمبتهلين بصراحه شديده يعني ممكن يكون ده باب للعبور الى الغناء فبيبقى معاهم فتره كده وبعد كده يغير كارير وبالتالي بيكون في مصفى اللي بيبقى لدينا من المنشدين والمبتهلين اقل بكثير ممن يعبر من هذا الباب الى الغناء. انت تفكيرك عامل ايه؟ لا انا تفكيري القران انا اصلا حافظ القران من صغري انا حافظ القران وانا في 6 ابتدائي والحمد لله طيب دايما بطلع الاول على مركز واخدت اوائل كتير يعني فطبعا عمري ما هرجع للقران الاغاني او كده يعني. انت شايف ان هي دي سكتك تتمنى تكمل فيها؟ لا وان شاء الله هكمل فيها باذن الله. احتراف ولا هوايه؟ لا احتراف بحاول ناوي احترفها باذن الله يعني هعمل قدر الامكان احاول اخد المقامات واكثر وبفروعها طبعا واتعلم المهم يعني احاول ان انا اضغط على نفسي في المجال اكثر والحمد لله انا شايف ان في قبول يعني من ناحيتي يعني فربنا يصلح الحال. طب انت ذكرت قمر وقمر دي طبعا من الحاجات اللي هي ما فيش حد ما بيحبش يسمعها فخلينا نستمتع بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا ما قلناش بقى من جميل طبعا جميل. احنا ما قلناش من اول حوار ان انت في كليه هندسه زراعيه في جامعه الازهر وبرده اكيد الدراسه الازهريه بتثقل الشخص وبتخليه قادر على انه يقعد في المجال ده افضل. قلنا برده عن الجانب ده كلامنا الدراسه طبعا الدراسه الازهريه طبعا بيعلمنا الفقه والتوحيد والسيره بيبقى مميزين جدا في الدين يعني مش فخرا يعني بس مميزين في الدين عن اللي في العام يعني اللي في العام ما بياخدوش حاجه عن الدين خالص وغير كده دلوقتي بيقولوا لغوا الدين لغوا كتب الدين او كده بقى اسمها الاخلاق. لا, لا 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 بص يعني احنا دوله لا تتخلى عن دينها ابدا لا ابدا ابدا لا يعني مش عايزين نروج لده ابدا مش احنا دايما ملتزمين ان احنا ولادنا لازم يعرفوا الدين الاسلامي ياخدوه ما هواشي لازم نحطه احنا دولة اسلامية وبنزرع ده في شبابنا وحتى ونفخر ان عندنا الكنيسة والكرازة المرقسية اللي بنزرع برضو في اولادنا واولاد مصر المسيحيين هذا الدين الدين باقي للابد مفيش حد في الدنيا يقدر يلغي الدين ولا الكلام ده ابدا يعني يعني ابدا يستحيل. بس انا عايز اقول برضو طبعا الازهر هو المنارة هو المرجعية الازهر هو الاقوى في الدين جامد يعني طبعا يعني الطالب الازهري يجيب طالب ازهري قدام الطالب العام هتلاقيه الطالب الازهري ما شاء الله حافظ القران غصب عنه طبعًا طبعًا لانه بيمتحن لازم يمتحن فيه لانه متخصص بس ايوه طبعًا التميز جاي من التخصص وبيبقى طبعًا غير كده السيره والحديث طبعا الحاجات طبعًا الامور الدينيه كلها ده اكيد برضو بيرقق القلب ويساعدك على الابداع اكتر واكتر طبعا بس يعني طيب احنا وقتنا بينتهي خلاص يا محمد فلو ننهي معاك اللقاء طبعا استمتع بقى بحاجه بابتهال او انشاد زي ما تشوف ننهي بيها الفقره دي
ممكن نقول لإمام الرسل مثلا ما قام به يعتبر. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى الله الله مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى الله الله طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري الله الله غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور الله الله منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. وعليك محمد أسامة نورتنا واستمتعنا جدا جدا بصوتك، بنتمنى يا رب نشوفك في أجمل حال. وعدناكم طبعا بمجموعة من النصائح كده، طبعا كل الشباب المبتهلين والمنشدين اللي عايزين بقى يشتغلوا نفسهم عندكم نقابة المنشدين، اسمعوا كتير من المدرسة الكلاسيكية، اسمعوا كتير قوي من الغناء الصوفي، اسمعوا ترانيم الكنائس. الكنيسة المصرية هي الكنيسة الوحيدة في العالم اللي مازالت بتستخدم المقامات الشرقية العربية في ترانيمها. اللي عايز يتعلم يسمع كل حاجة عشان تتكون في 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 ذهنه صورة ذهنية، يتعلم منها أسس وقواعد الابتهال والإنشاد، وإن شاء الله نشوف عدد كبير جدا من المبتهلين والمنشدين. شرفت بتقديم هذه الفقرة مع أستاذتي وزميلتي لأول مرة في مصر الزعيمة، إن شاء الله ما تكونش مع بعض يعني الظروف بتيجي كده، لكن الحمد لله بشكرك وبشكر وجودك معانا. وهنطلع لفاصل يا محمد، وبعدها إن شاء الله هيكون لنا لقاء مع مجموعة من مزارعينا ونشوف رمضان بيقضوه إزاي وإزاي هو مميز ما زال في القرية المصرية زي ما إنشادنا مميز دائما في القرية المصرية بعد الفاصل.